اول ما بدت كعيبات نلقوا في كعيبات في المزل ناس تشبح فيها، واحد متعجب واحد متغرب، وبعد تالي وقت دعست ولا الدعش بالفعل. يعني تسويق السوق التونسيه يكاد يكون معناتها ما يعرفوش المستهلك، فصعوبه في الاستهلاك نتاعو، فالبحار ما يقبلش عليه ما يصطادوش. لما جاو المستثمرين ولا تحركت زاده لوزاره المصالح وزاره الفلاحه والمصالح المعنيه الكل، بدينا نعملوا في استكشاف الاسواق التونسيه.